جمال حمودي رئيس جمعية ولاد داود للتنمية البشرية. في البداية كنشكروا الطاقم ديال زيو سيتي اللي كيحضر معنا هذه التظاهرة اللي كتنظمها جمعية ولاد داود للتنمية البشرية بتنسيق مع ثلاث جمعيات لجالية المغربية بالخارج أي مغاربة العالم، يعني جمعية الأماركة بهولندا، جمعية النور الخيرية بألمانيا، جمعية أوروماروك ببلجيكا. بهذه المناسبة كنشكر الإخوان ديال الجمعية اللي فكروا في المبادرة القيمة اللي كينظموها اليوم في سوق السبت بجماعة ولاد داود الزخانين، وباسمهم جميعا كنشكروا الطاقم الطبي والطاقم التمريضي اللي حضر معنا اليوم في هذه الحملة. ومن بين الخدمات اللي تقدمت اليوم للمواطنين في هذه الحملة هناك الكشف عن داء السكري، الكشف عن الضغط الدموي، قياس النظر، بالإضافة إلى عدة فحوصات أخرى، مع توزيع بعض الأدوية المتوفرة بالمجان. كذلك كنشكر السلطات المحلية، الدرك الملكي والقوات المساعدة اللي حضروا معنا وشرفوا على التنظيم. وبالمناسبة كذلك كنشكر الساكنة ديال ولاد داود على التضامن ديالها وعلى الهدوء ديالها اللي ساهموا معنا باش تمر هذه العملية في أحسن الظروف. دكتور عبد الدين خالد، طبيب قطاع خاص مدينة أكليم، عمل تبنكان، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر لمدينة تبنكان والنواحي. سعيد جدا بالمشاركة ديالي في هذه الحملة الطبية اللي كتنظمها جمعية ولاد داود للتنمية البشرية بشراكة مع ثلاث جمعيات مغاربة العالم اللي هما جمعية الأمارو أوروماروك، جمعية النور الخيرية بألمانيا، وجمعية أوروماروك بلجيكا. هاد كنتشرفوا كنكونوا سعداء بالمشاركة في هذه الأعمال الخيرية اللي كتنظم هذه الجمعيات، سواء في هذه المنطقة تاع ولاد داود ولا بجميع مناطق أخرى في المنطقة. وهذا الشيء في إطار أعمال خيرية، مساعدة للناس لي ديميني، كنقول لكم مخصوصين شوية من الناحية المادية، وهذا ما يثلج صدورنا ونحن نتم من هذه الأعمال الحمد لله. وهذا الشيء اللي غادي نقولوا، وهذا بالنسبة لي هذه ثاني فرصة كنشارك فيها العام اللي فات وهذا العام، والأمور الحمد لله من الناحية الطبية ومن الناحية التنظيمية كل الامور جد منظمه. كنتمنوا هذه الاعمال وكنوهب هذه الجمعيات هذه. مسعود كريم، المزداد في هذه القبيله ولاد داود كبدانه، المقيم بالخارج بهولندا بامستردام، المسؤول على هذه المبادره الطبيه اللي كنقوموا بها اليوم 3 أغسطس 2024. هذه المناسبه تقريبا كنديرها كل سنه، وإلا السنوات الأخيرة مع كورونا ما درناهاش، وجات الوقت الحمد لله في هذه الساعة كنديروها. والمجهود والإخوان المقيمين بالخارج جزاهم الله خيرا، تعاونوا معنا، وكل شيء أصحاب القبيلة والنواحي تجمعوا معنا ونديروا هذه المبادرة الطبية إن شاء الله. وجمعنا كما كتشوفوا هذه الناس كل شيء إن شاء الله، النساء والرجال كيديروا فحص على السكر والضغط وفحوصات على العينين، والحمد لله كل شيء الأمور غادي بخير إن شاء الله والحمد لله. ونتمنى الخير إن شاء الله. ونشكروا بالمناسبة الإخوان المقيمين بالخارج سواء بهولندا وألمانيا وفرنسا وكل مغاربة العالم، كنشكرهم المساعده ديالهم والمعاونه اللي ساعدونا بما زعما جزاهم الله خيرا، كنشكرهم. او كما كنشكروا الاخوان المقيمين هنايا في هذه القريه ان شاء الله، كيعاونونا بكل حاجه، والمعاونين سواء الرئيس الاداره سواء القائده وسواء كل المسؤولين جزاهم الله خيرا تعاونوا معنا. والمبادرة الحمد لله كما كتشوفوا الناس كل شيء الحمد لله، النص ديال راهم مدوزوا على العينين والنص باقي، والسكر والضغط كل شيء الحمد لله.
ونتمنى للامور كل شيء ان شاء الله تدوز بخير. وذاك الشيء اللي كنشكروا مره اخرى زيو سيتي اللي جات عندنا وكما تعودنا عليها كل مره كتجي علينا كتزورنا بارك الله فيكم. وان شاء الله في المساء غادي يكون عاد الاقبال كثير كما كتشوفوا دابا الحراره شويه مازال الناس كما كتشوفوا الاخوان جاوا خصيصا لاجل هذه المبادره الطبيه. وفي المساء ان شاء الله غادي يكون الاف كنتظروا الاف ان شاء الله ديال الاخوه المقيمين سواء في الخارج او في النواحي يزورونا ان شاء الله ويحضروا معنا. وهذه صله الرحم ان شاء الله كنقوموا بها كل سنه. والحمد لله كنطلبوا ان شاء الله تدوم هذه المناسبات اعوام عديده ان شاء الله. نحن الان متواجدين بمكان يسمى اولاد داود الحاسي، يعني المكان اللي احنا فيه، ولكن غادي ان شاء الله نحاول ما يمكن باش نهدر باش نلحق ان شاء الله بحول الله. الاخوان يجي المجموعه دي كوينا دي جروبا يعني من جميع المدن من جميع الدول ودول مختلفه. درنا واحد المجموعه نسميها مجموعه مباركه فعلا. كان درنا واحد شي انشطات ما شاء الله يعني ديال في الطب فيها ختان واللي مرض بالسكر واللي مرض بالاخوه بالعينين كندير واحد السباب ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الحاله يا اخوان يعني واحد الحاله ما شاء الله واحد الانسجام بين الاخوه ويعني هاد المجموعه هذه يعني اصلا يعني درنا هاد اللقاءات هذه لاجل التعارف ولصله الرحم. وكنديروا بقى ريثما غادي نديروا انشطات اخرى ان شاء الله. دابا راه بدينا بواحد هاد الانشطات كفانا بهاد الانشطات الثلاثه وتبارك الله اليوم يعني هذا اليوم الاول يعني دازت واحد الجو ما شاء الله عائلي يعني من اي ناحيه وكاع الاخوان تبارك الله جاوا يعني الحمد لله غادي اللي كيدوزوا على الاخر اللي عندهم المشكل ديال السكر ولا ديال العينين تبارك الله يعني صراحه دازت واحد في واحد الجو ما شاء الله هان وسهلا. ونتمنوا ان شاء الله غادي يكون شي حاجه اكثر بحول الله مستقبلا. دابا يلاه فقط الاخوان فقط يعني احنا كبدايه ونطلبوا الله رب العالمين التوفيق ان شاء الله لان هذا هو الاهم يا اخوان. نحاولوا ما يمكن نديروا واحد البدايه ان شاء الله ومن بعد غادي نحاولوا ما يمكن باش نديروا جميع المسائل اللي غادي تهم الاخوان ديالنا هنايا ونطلبوا الله التوفيق ان شاء الله يا رب الكريم. ابو زياد من المانيا جمعيه النور بالمانيا الخيريه. حنا جينا هنايا درنا التبرعات ديال الطبيه لمساعده الفقراء و تبرعنا هنا الحمد لله وكل شيء داز مزيان وكل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. ايوا نشكروا زيو سيتي الف شكر. نعم زيو سيتي وشكر بزاف بارك الله فيك. رشيد الوازي مقيمين درك قنقمشه سوق السبت ولاد داود. نشكر مزوال زيو سيتي التيلين اللي بدا دي الصداقات ويو دي المجهودات ولا نتك. نشكر مجموعه دان غيعاونن الماركا اويرو ماروك وجمعيه النور اللي بالمانيا شي من احد الاعضاء جمعيه النور. نشكر المحسنين اللي غيعاون دي الصدقه يو الفحوصات عادون الحمد لله بخير وعلى خير. طولين يجن تكثوف طبيب الاعيون ولكن ان شاء الله كل شيء عادو بخير وعلى خير. صحاب السكر صحاب الضغط صحاب ثي الطاوين جزاهم الله خيرا كل شيء ذا ديوسين الاخوان دي تساعدن القياده ذا ديوسين القايد الدرك الملكي القوات المساعده الحمد لله كل شيء على ما يرام. نشكر الاخوان الى المقيمين في المجهودات نسن وان شاء الله من المزيد ان شاء الله عامنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تو البدايه ديني بعض الاخطاء ولكن ان شاء الله امورنا ان شاء الله ذي كل شيء فيما احسن ما يرام. نشكر الواشنطن مور دا يستقبل دانيتي ولاد داود سوق السبت والسلام.